مرحبا بكم في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل لنناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع والملفات. نستذكر سويا ما تصدر صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. نبدأ من الشرق الأوسط والتي عنونت: بايدن يتوقع الحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي. العربي الجديد: سلطت الضوء على الانتخابات الأمريكية بالقول بايدن يعزز تقدمه وترامب يرفض الهزيمة. نوفيغارو: كشفت بأن الأوروبيين بين الارتياح والحذر والقلق حيال فوز بايدن. العرب اللندنية تطرقت إلى أن واشنطن تفرض عقوبات على باسيل بعد ربطه بالفساد وحزب الله. أما أوراسيا إكسبيرت فتساءلت: ماذا وراء التصعيد الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؟ أحوال تركيا: نوهت بأنه وللمرة الأولى منذ 30 عاما اتفاق تركي عراقي لإدارة مياه دجلة. هذه كانت أبرز الملفات التي طويت بها صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. لا شك بأن السعي الروسي لإعادة اللاجئين من خلال مفاوضات مباشرة مع دول عربية وإقليمية أو من خلال مؤتمر دولي للاجئين تحت رعايتها وإشرافها، ما هو إلا لتبديل الأولويات الدولية في حل الأزمة السورية، وذلك بحسب وصف بعض المراقبين والمتابعين من تعديل الدستور وتغيير السلطة وإطلاق سراح المعتقلين إلى إعادة اللاجئين. طبعا تستند موسكو في هذا المسعى إلى تغيير المزاج العربي من معاداة الحكومة السورية والرئيس السوري إلى موجة التطبيع التي تتسع رقعتها في المنطقة. فقائمة الخصوم في الشرق الأوسط قد تغيرت اليوم، وبات الأتراك والإيرانيون على رأسها، وخاصة بالنسبة لمصر وبعض الدول الخليجية. أما الموقف الأوروبي يرى فيه مراقبون بأنه قد يتبدل إن تبنت الإدارة الأمريكية المنتخبة وجهة النظر الروسية، ولكن الأمر لن يكون بهذه البساطة، وطالما بقي الاعتراض الأمريكي قائما فلن يبارك أحد في المنطقة والعالم هذه الخطوة. وهناك من يمتلك رأيا آخر ويقول بأن روسيا فلاديمير بوتين قادرة على تقديم الضمانات اللازمة في هذا الشأن، ولكن ماذا لو تجددت التظاهرات ضد الحكومة السورية بعد عودة اللاجئين والنازحين، بما أن هذه التظاهرات هي من أفرز أزمة اللاجئين الذي يحاول الروس إعادتهم بحسب بعض الكتاب والصحفيين. فقراءة لما بين السطور في هذه الرؤى التي ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة مع نخبة من الكتاب والصحفيين، فكونوا معنا. لن تنجح روسيا في إعادة اللاجئين أو تبديل بنود الحل السياسي للأزمة السورية، ليس فقط لأن موسكو لا تملك القول الفصل في هذه الأزمة، بل لأن العالم يعيش أولويات أخرى. لنتابع. تريد روسيا عقد مؤتمر دولي للاجئين السوريين، المكان هو العاصمة دمشق، والزمان بعد الانتخابات الأمريكية. أما الأهداف فهي متعددة، ولكنها لا تتضمن الغرض المعلن من المؤتمر. فلا الرئيس بشار الأسد يريد عودة اللاجئين، ولا خصومه الأمريكيون والأوروبيون يريدون تسهيل الأمر، ولا اللاجئون يريدون العودة أصلا إلى واقع أسوأ مما كان عليه حالهم قبل الرحيل في نواح عدة. يمكن للروس أن يجبروا الأسد على اتخاذ قرارات استراتيجية في الحرب، أو منحهم امتيازات ثقافية واقتصادية ودينية مهولة في سوريا، ولكنهم لا يستطيعون بسط الأمن في البلاد. تدرك موسكو جيدا أن إعادة اللاجئين السوريين لم تنضج ظروفها المحلية والدولية. رد الاتحاد الأوروبي على المبادرة الروسية في هذا المسعى قال ذلك بوضوح شديد: فهي سابقة لأوانها برأي الممثل السامي للاتحاد. أما الولايات المتحدة غير المهتمة بتاتا بهذه المبادرة قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات، فهي تعارض الفكرة طالما أن الأسد ومن خلفه الروس يرفضان إجراء أي تغيير في سوريا.
رفض الأمريكيين للمؤتمر وحده يكفي لإفشاله، ولكن رفض الأوروبيين لا يقل أهمية ويبعث برسالة واضحة للروس خالفت توقعاتهم. فموسكو كانت تراهن على استغلال نقمة الغرب على اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وأمنية من أجل حشد القبول لخطتها في دفع عملية إعادة اللاجئين إلى واجهة الأزمة السورية، بدلاً من إحداث تغييرات سياسية لا تفيدها ولا يريدها الأسد. الأوروبيون متمسكون بموقفهم على الأقل حتى تتضح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. صحيح أنهم ضاقوا ذرعا من الاستغلال التركي لورقة اللاجئين وابتزازهم بها منذ سنوات، إلا أنهم ما زالوا يفضلون مراحل الحل الأممية للأزمة في سوريا. فلا بد أولا من إنهاء الحرب وإجراء التغيير السياسي، ومن ثم يأتي دور إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين والنازحين إلى بلادهم. لن ينجح المؤتمر الروسي في إعادة اللاجئين أو تبديل بنود الحل السياسي للأزمة السورية، ليس فقط لأن موسكو لا تملك القول الفصل في هذه الأزمة، وإنما لأن العالم يعيش أولويات أخرى ويصوغ توازنات جديدة لا تكترث لملايين من البشر لا يزالون يفضلون اللجوء أو الموت على العودة إلى الوطن. ولنقاش أوسع أرحب بضيوفي الكرام من بيروت الكاتب السياسي حنا صالح، ومن عمان الكاتب والصحفي مالك الحافظ. أهلا بكم ضيوفنا أعزاء. أبدأ معك أستاذ حنا، ومن المساعي الروسية التي حازت اهتمام معظم الكتاب والصحفيين بأنه هو في خضم كل ما تعانيه سوريا وتعانيه المنطقة وبدون أي انفراجات طبعا، تحاول موسكو إعادة اللاجئين جاهدة. من جانبكم كيف تتابعون هذه المساعي وفي أي سياق تضعونها؟ الوفد الروسي عندما طرحت هذه المبادرة زار بيروت وأجرى مباحثات مع الجانب اللبناني، وكانت هناك لقاءات موسعة ولقاءات مع جهات إعلامية، لكن في حقيقة الأمر بدل الموضوع إعلامي أكثر منه حقيقي. بدون شك السلطات اللبنانية تسعى بين مزدوجين للتخلص من النازحين السوريين، وليس معالجة المشكلة التي أدت إلى نزوحهم عن سوريا ولجوئهم إلى لبنان. لكن الأمر ليس لا بيد السلطات اللبنانية، وبدأ أيضا أن الروس طرحوا كل الأمر خارج التوقيت المناسب وخارج المكان المناسب. قبل قليل استمعنا إلى التقرير المهم، المقال المهم الذي تم تلاوته، العالم في مكان آخر. هناك مسائل أخرى اقتصادية، هناك تداعيات كبيرة لكوفيد 19، هناك اهتمامات أوروبية، اهتمامات أمريكية مغايرة كليا لموضوع الحياة البائسة للاجئين السوريين. طيب أستاذ حنا، ألا ترى بأن موسكو تحاول استغلال هذا الانشغال العالمي لفني مسار الحل السياسي في سوريا وتبديل الأولويات من خلال إعادة اللاجئين ومن ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول للأزمة السورية؟ في أوضاع سياسية كبرى لا يمكن أن يتم تقديم هدايا لأحد. أوروبا، أمريكا لن تقدم هدايا للروس. البرنامج الذي طرحته حول اللاجئين موسكو يقوم بالأساس على تأمين دعم مالي كبير من أوروبا، من الغرب ومن دول الخليج. اصطدمت منذ اللحظة الأولى أن مثل هذا المشروع لا يمكن أن يرى النور قبل أن تتقدم المسألة السياسية، قبل أن تحسم المسألة السياسية ويصبح بالإمكان عودة اللاجئين بشكل طوعي وبشكل آمن. لا يمكن أن تنجح موسكو في هذا المسعى، وبأي حال التوقيت لم يكن مناسب، أيضا المكان، عقد المؤتمر هذا في دمشق عند النظام السوري الذي هجر الملايين واعتبر أن البيئة صارت أصلح، موضوع يطرح الكثير من الأسئلة عما كانت تريده موسكو. يعني هنا بيت القصيد وسنناقش كل هذه النقاط أستاذ حنا، لو سمحت لي أن أنتقل إلى الأستاذ مالك. أستاذ مالك مرحبا بك، بداية بالانتقال إليه، كيف تقيمون لنا من وجهة نظركم كمتابعين للشأن السوري عن كثب هذه المساعي الروسية في إعادة اللاجئين والنازحين وسط ما وصفه بعض الكتاب والصحفيين حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا والمنطقة؟
تحية طيبة لكم. يعني أهلا بك. الحقيقة فعلا يعني هذه المساعي الروسية أعتقد أنها يعني لن تؤتي كلها، وهي ذات بعد سياسي واضح بعيدا عن التصريحات الروسية التي تقول أنها يعني ذات بعد إنساني وذات مساعي إنسانية. هذا المؤتمر، أعتقد أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم لدى روسيا، تعتقد أنها تستطيع الضغط أكثر على أوروبا، وحتى أيضا القول أنهم يضغطون عليهم من ناحية الضغوط المادية أو المالية الكبيرة للاجئين السوريين في أوروبا. لكن أعتقد أن هذا المؤتمر لن يكتب له النجاح، لا يمكن لنا أن يعني أن نستبق الأحداث، ولكن يعني العوامل الواضحة، هناك عوامل الفشل سواء إن كانت في مكان الإقامة كما تفضل الأستاذ حنا، أو حتى أيضا يعني هذا التوقيت هو توقيت غير مناسب. اعتقدت روسيا أنها تستطيع تمرير هذا المؤتمر في وقت الانتخابات الأمريكية ووقت الفراغ الرئاسي، لكن أعتقد أن ما يمكن أن يحصل هو فقط مسعى ثاني أو سيناريو آخر ثاني لما سعت إليه روسيا منذ 3 أعوام، عندما أيضا حاولت وتفعلت موضوع لجان لإعادة المهجرين واللاجئين، وحاولت كثيرا لكنها لن تنجح. ليس لأن الطرف الآخر، إذا تحدثنا عن ما تسميه روسيا أطراف مخربة أو معطلة لمشروعها الإنساني، لكن ببساطة أين هي البيئة الآمنة لعودة اللاجئين في أي بلد كان، يعني إن كان على الصعيد الأمني، إن كان على الصعيد الاقتصادي. يعني هذه حكومة النظام كيف ستؤمن المال لخدمة المواطنين العائدين إذا نسينا العامل الأمني، إذا نسينا أنهم لن يعودوا أساسا إلى مناطقهم الأصلية؟ يعني أين هي الظروف الموضوعية؟ تطرقت إلى العامل الأمني وهو عامل جد حساس يعني في هذه المعضلة. كان لموسكو محاولات يعني إذا ما صح التعبير وقارناها في ما يسمى بالمصالحات في مناطق درعا والجنوب السوري، يعني هل برأيك هذه التجربة، تجربة الشمال السوري من خلال إبقاء المدنيين هناك عن طريق ما سميت بالمصالحات في وقتها، هل هي تجربة ناجحة ويمكن التعويل عليها لإعادة اللاجئين، علما أن هذه يعني هذه تجربة المصالحات هي أخف وطأة من إعادة اللاجئين؟ يعني بالتحديد في الجنوب هي تجربة قاصرة، وهي أساسا أيضا تحمل بعد سياسي لروسيا. هي يعني لو راجعنا ما حصل في ملف التسويات في منذ عامين، روسيا قدمت ضمانات للإسرائيلي والأمريكي بإخراج الإيراني من أجل استقرار المنطقة، ولكن هي أساسا لا تريد ذلك، هي تريد فقط سيادة على هذه المنطقة، لا يهم إن كان هناك توترات أو ما شابه من ذلك. نشاهد الآن الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب يعني سواء في السويداء أو درعا، وبالتالي هذه التجربة ليست ناجحة. روسيا بالتأكيد هي تعلم أنها لا تريد الاستقرار التام، لأنها فقط ورقة لعب سياسية لتضغط أكثر على الجانب الأمريكي، وأيضا تحصل ما يمكن تحصيله. لذلك أعتقد أنها تجربة قاصرة، يعني إذا صح التعبير أنها فعلا تجربة مناسبة لإعادة النازحين أو اللاجئين. لذلك يعني في عدة مدن سواء في درعا أو حتى في ريف دمشق وحتى ضواحي المدينة، هناك عدة أحياء وعدة مدن لم يعودوا إلى الآن أهل سكان المدينة أو المنطقة الأصليين، لم يعودوا لعدة أسباب، يعني سواء لا يوجد هناك إمكانية لتأهيل المنطقة، وحتى أيضا هناك رغبة في الاستيلاء عليها لعدة مشاريع، سواء نتحدث هنا عن بعض المناطق في الغوطة الغربية ووضع يد عناصر حزب الله اللبناني، وأيضا في درعا كذلك الأمر. أعتقد أن هذه التجربة الروسية هي فقط كانت لفرض السيطرة وتفتيت المعارضة ومحاولة إعادة هيبة النظام، لكن يعني هذا الأمر على الواقع وعلى الأرض غير موجود. لذلك روسيا حاليا تحاول فقط أن تنتقل بخطوات معاكسة للقرار الأممي 2254، وهو كان بشكل رئيسي يطلب هيئة حكم انتقالية. طيب أستاذ مالك، سنأتي على تفصيل الالتفاف على القرارات الدولية التي تحاول موسكو السعي إليها، ولكن أستاذ حنا يعني بالعودة إليك وبذات الفكرة، يعني كان هناك محاولات لربما در الرماد في العيون من قبل موسكو في الجنوب السوري، طبعا كما تفضل ضيفي الأستاذ مالك هي تجارب كانت فاشلة ولم تؤمن الأمن والاستقرار لأهل المنطقة إلى اليوم.
برأيك هل يمكن التعويل على مثل هذه التجارب لإعادة اللاجئين الذين هم يعني أكثر اختلافا من موجودين اليوم في الجنوب السوري؟ يعني هم يحملون أفكار إيديولوجيات معارضة للحكومة السورية، تسعى موسكو إلى إعادتهم إلى سوريا، كيف سيكون الواقع الأمني في سوريا؟ هناك حاجة كبيرة لحالة أمنية مقبولة، هذه غير متوفرة في سوريا. هناك حاجة كبيرة لإمكانية مادية للعيش بحد أدنى لم تعد موجودة في سوريا. كل الطرح الروسي طرح لا قيمة له، لا جدوى منه. لن تقبل القوى التي هجرت السوريين وتعتبر أن النسيج السوري كما هو الآن ملائم لها، لن تقبل بإعادة اللاجئين السوريين. الرسوم التي فرضت على الحدود للانتقال من لبنان إلى أي بقعة في سوريا لا يستطيع أن يؤمنها المقيم اللاجئ السوري في لبنان إذا ما أراد تفقد أقارب أو عائلة أو بلدة إلى آخره. الضغوط اليومية كبيرة، واللاجئ في لبنان رغم كل المعاناة على الموجودة في لبنان والانهيارات الكبيرة يرى أن الصفوف على المخابز في سوريا، ويرى صفوف على البنزين، ويرى فقدان كل شيء عمليا وخصوصا الأمن. أعتقد أننا محاولة ملء فراغ، محاولة إلهاء، إبعاد النظر عن دور أساسي مطلوب من روسيا أن تؤديه، وهو دعم اللجنة الدستورية، دعم المباحثات التي تجري بإشراف الأمم المتحدة، العودة للقرار الدولي 2254. لكن يبدو أن حدود التأثير رغم الهيمنة الروسية على سوريا، حدود التأثير على النظام أيضا هي في مجالات عديدة ليست كما يتم تصويره. بالمقابل التغلغل الإيراني والتغلغل الذي يقوم به حزب الله في غير منطقة، عناصر كلها معيقة، فضلا عن أن روسيا التي تطرح هذه المهام منشغلة كما أظن من كارباخ إلى ليبيا إلى كل الأماكن التي تشارك بها والتي لم تنجز بعد أي خطوة إيجابية. أليس لافتا أن وجود كل هذه القوى الضاربة في سوريا والتي أعلنت موسكو منذ فترة انتهاء العمليات العسكرية، لم تتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه حالة سياسية مستقرة؟ هذا ليس تعبيرا عن قوة وليس تعبيرا عن هذا النفوذ. طيب، هناك مشكلة فعلا في الوجود الروسي الذي لن يستطيع فرض أي حل. طيب أستاذ حنا، يعني ما يلفت الانتباه أيضا مسعى موسكو ليس التوقيت، ليس المكان فقط أنه في دمشق، وإنما التوقيت هو بعد الانتخاب أو بعيد الانتخابات الأمريكية والإعلان عن نتائجها. يعني هل تعول موسكو برأيك على تبدل المواقف أو وجهات النظر الأمريكية حيال سبل الحل؟ في مرحلة الانتخابات الأمريكية تتبدل اللهجة، يتبدل بعض المواقف، لكن هناك مؤسسات بالنهاية في واشنطن، مؤسسات تدير، مؤسسات أمنية ومؤسسات عسكرية، بدليل أن المحادثات الهامة جدا التي تتم لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تتم في مرحلة الانتخابات الأمريكية ولم تتأثر، وتصدر العقوبات أقصى العقوبات على الحليف الأول لحزب الله في لبنان يوم أمس ولم يتأثر المنحة الأمريكي. موضوع الانتخابات الأمريكية ليست هي العائق. أمريكا مهما شهدنا من صراعات كما نشهد الآن حول الانتخابات، هناك دولة مؤسسات وسلطة عميقة تنجز هذه الأمور ولا تغفل عن القضايا الدولية الأخرى. أستاذ مالك، بالانتقال إليك، يعني برأيك كما تفضل ضيفي الأستاذ حنا، يعني هل برأيك تراهن موسكو فعليا على تبدل المزاج، إذا صح التعبير، المزاج الأمريكي حيال الأزمة السورية، لذلك اختارت توقيت عقد هذا المؤتمر بعيد الانتخابات الأمريكية، يعني في 11 و12 من الشهر الجاري في دمشق؟ يعني هي إن كانت تنتظر تبدل المزاج فكان الأولى بها أن تقدم يعني حلول أو حتى تغييرات عملية على الأرض. أعتقد أن فقط توقيت هذا المؤتمر
محاولة أكثر لاستمالة أطراف أخرى، وليست يعني وليس تغيير مزاج لأمريكا. أعتقد أن الروس مدركين جيدا يعني ليس هناك إمكانية لتقارب أمريكي ما لم يتم تحقيق خطوات عملية أكثر من الروس. الروس يعني قالوا على لسان وزير الخارجية منذ حوالي شهرين أن العمليات العسكرية انتهت. يبدو أن يعني تبرير هذا التصريح الآن ظهر، يعني محاولة أكثر للعب على الورقة الأوروبية. الروس يحاولون الآن استمالة الأوروبيين أكثر من الأمريكيين، يعني كانوا يحاولون استغلال نوعا ما التصدع في جسم الناتو في وقت سابق والتقارب مع الجانب الفرنسي. أعتقد أن الأحداث أيضا الأخيرة مع فرنسا أيضا قد تلعب يعني دورا مؤثرا، لكن أعتقد أن الروس إذا لم يستغلوا الموقف ويحاولون تقديم أيضا أوراق ضمانات أكثر للأوروبي، أعتقد أن يعني هذا المؤتمر لن يقدم ولن يؤخر أي شيء بالنسبة لهم. أيضا من جانب آخر يعني الأوروبي أعتقد أن الأمريكي سيميل إليه أكثر في إدارة جو بايدن إذا فعلا كانت له سيادة البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة. أعتقد أن خلال ولاية ترامب كانت هي سلبية تجاه الأوروبيين. الروس ملزومين أن يقدموا أكثر ضمانات للأمريكي للأوروبي، وأول هذه الضمانات هي العنصر الإيراني المعطل في سوريا، وهذا ما تحدث به منذ قليل. يحاولون استغلال هذه الورقة وتأخير تقديم أي حل فيما يتعلق بالجانب الإيراني. إذا لم يكن هناك ضمانات يعني ماذا سيقدم على ماذا سيقدم الأوروبي والأمريكي؟ ببساطة ليس هناك أي تحرك. الأمريكي يعتبر أن قانون قيصر هو ليس ضربة للنظام بشكل منفصل، لا هو أيضا تلويح دائما بعصا غليظة تجاه موسكو. أستاذ مالك، يعني بهذه الجزئية التي تفضلت بها، هل موسكو قادرة على تقديم الضمانات الكافية دوليا ليتم يعني إعادة اللاجئين، أو يتم الموافقة على يعني وجهة نظرها في إعادة اللاجئين، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات وطاولة اللجنة الدستورية، ومن ثم إيجاد حل للأزمة السورية؟ بالتأكيد يعني انقلاب على القرار الدولي لن يكون مرضيا لا للأمريكا ولا لأوروبا. العودة بتراتبية الحل السياسي والاتجاه فعلا لحل سياسي عن طريق أولا تشكيل هيئة حكم انتقالي، وحتى إتمام ما فعلته روسيا في سوتشي وإتمام اللجنة الدستورية وعدم المماطلة الحاصلة. يعني الآن يقال أن النظام هو من يماطل، أعتقد أن الروسي هو من يدفع دمشق لذلك. لذلك أعتقد أن لن يكون هناك قبول بأن يمشوا في ملف إعادة اللاجئين، لأن ببساطة هو مسعى سياسي للدفع بإعادة الأعمار، وهذا كان كلاما صريحا يعني من الإدارة الأمريكية وحتى الأوروبيين. لا إعادة أعمار دون أن يكون هناك حل سياسي حقيقي وكامل الخطوات في سوريا. لذلك لا أعتقد أن الضمانات ستكون مقبولة ما لم تسعى روسيا بالالتزام بالعملية الدستورية وأيضا بالخطوات التراتبية للحل السياسي. طيب أستاذ حنا، يعني كما تحدثنا العامل الزمني هو غير مناسب، والعامل الاقتصادي أيضا غير مناسب، بالإضافة إلى العامل الأمني، العامل المكاني طبعا خاطئ. يعني هل فعلا موسكو أرادت يعني إلهاء المجتمع الدولي وكل من يساهم في حلحلة الأزمة السورية من خلال طرح ورقة أو طرح فكرة إعادة اللاجئين السوريين فقط لا غير؟ هذا جانب ربما تحاول موسكو أن يكون لديها أجندة، أنها حاولت في أكثر من مجال لمعالجة مشاكل كبيرة في وضع سوريا، ولكن هناك سجازة في الطرح الروسي، هناك رهان أن هناك دول ستقدم أموال وتشرف روسيا على عملية إعادة الأعمار بدون الحل السياسي. هذه سياسة عقيمة وعدم قراءة حقيقية لما هو حاصل اليوم في العالم وللمواقف العديدة التي عبرت عنها القوى الكبرى، بما في ذلك أيضا مواقف دول الخليج التي يعول عليها في عملية إعادة الأعمار. هذا الطرح لن يؤدي إلى أي مكان، فقط ربما في وضع داخلي سوري في محاولة من موسكو للتغطية على فشل المباحثات السياسية للجنة الدستورية لآخره، ربما تكون موسكو تلوح أنها سعت ولم توفق. موضوع كيفما نظرنا إليه يبدو خارج السياسة.
نعم نقاشنا مستمر ضيوفي الكرام، ولكن بعد أن نتابع المقال التالي ومن ثم نعود. يقدر عدد اللاجئين السوريين في العالم بنحو 10 ملايين نسمة، وتضم بلدان الجوار السوري وحدها قرابة 6 ملايين منهم، بينهم أكثر من 3.5 مليون في تركيا وحدها، وفي بلدان الخليج العربي 6 التي تعتبر السوريين مقيمين، ما يقارب 1.5 مليون نسمة يقيم القسم الأكبر منهم في المملكة العربية السعودية والإمارات، ويتوزع في بلدان الاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، القسم الرئيسي منهم في ألمانيا التي قارب عددهم فيها 1 مليون نسمة بمن فيهم الأشخاص المشمولون بلم الشمل. وتبين الأرقام السابقة الأهمية المتعددة الجوانب في قضية اللاجئين السوريين بالنسبة للأطراف المعنية بالقضية السورية والمتداخلين فيها على السواء. ومما لا شك فيه أن عودة اللاجئين تمثل فكرة جيدة وعملية في سياق الحل السوري، ومطلوبة من جانب أغلب الأطراف المعنية، وذات أهمية كبيرة في موضوعات القضية السورية، لأنها يمكن أن تكون إحدى بوابات الحل، لكن القضية يمكن أن تتحول في اتجاهات مختلفة عما سبق كله، وهذا هو واقع الحال في الرؤية الروسية لقضية اللاجئين وعودتهم، إذ يطرحها الروس بعيدا عن كل ما سبق، والسبب في ذلك اختلاف سياق موقفهم في الصراع السوري عن غيرهم، حيث إنهم القاطرة التي تجر جهود الحفاظ على النظام الحالي والإبقاء على بشار الأسد في موقع الرئاسة، بخلاف الشائع والمعروف في الموقف الدولي الذي وإن أحاطت الالتباسات باجتماعه وتفاعله الجدي والإيجابي مع القضية السورية، فإن موقفه من النظام ورئيسه والميل إلى تغييرهما لا جدال فيه بعد كل ما ارتكبه من جرائم وما مثله من تحديات للعالم وأخطار عليه يصعب تجاهلها والتعامل مجددا مع من قاموا بها. إن المأزق الروسي في سوريا لا يكمن في همجيته ودمويته فحسب، ولا في أكاذيبه التي لا تتوقف، وأيضا في محاولاته استغباء العالم، لكن المشكلة في أن العالم أو الفاعلين فيه يقبلون تلك اللعبة الروسية. بالعودة إليكم ضيوفي الكرام، أستاذ مالك، يعني الكاتب فايز سارة وكما تابعنا ذكرنا في مقاله للشكاوى السابقة اللبنانية وحتى الأردنية من ما يصفه وجود اللاجئين أو يضيفه وجود اللاجئين من أزمات اقتصادية ومعيشية وضغوط على هذين البلدين، وقتها سعت موسكو عبر الاتصال بشكل فردي مع هذين الدولتين لإمكانية إعادة اللاجئين بشكل طوعي أو عبر الضغط. يعني هذا ما حصل برأيكم، هل موسكو قادرة اليوم على تكرار ذات السيناريو؟ يعني إذا كان هناك تجاوب من بعض الأطراف في لبنان ومساعي للضغط في هذا الاتجاه، أعتقد أن الجو العام لن يساعد على عودة اللاجئين والنازحين في لبنان إذا تحدثنا فقط عن لبنان. وهذا الأمر أيضا يتسق مع الأردن، شاهدنا تقارير إعلامية عديدة لإعلام النظام ويصور عودة اللاجئين من الأردن من لبنان، لكن هذا الأمر لن ينجح لأن الأعداد هي أعداد بسيطة جدا، وبالتأكيد أيضا الضغوط الاقتصادية كانت على بعض العوائل والأشخاص اللاجئين هنا في الأردن أو حتى في لبنان هي من دفعتهم، ولكن أعتقد أن هذه التجربة لم تكن ناجحة وسجلها ناصع. أعتقد أن كانت هي فقط للترويج الإعلامي، وحتى أنا التقارير والمسؤولين عنها ملوا من يعني محاولة اشترار هذه اللقطات المصورة. عموما هذا 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 المسعى الروسي في ذلك الوقت لا أعتقد أنه يمكن له الاستنساخ مرة ثانية في هذه الفترة، أساسا لم يكن ناجح. العودة من دول الجوار هي كانت عودة محدودة، كانوا يصورونها لأنها عودة بأفواج كبيرة، أعتقد أنها كانت محدودة والأعداد والأرقام تشهد سواء في لبنان أو الأردن. التواصل مع دمشق وخصوصا في الأردن هو تواصل يعني غير ممكن بشكل أو بآخر، هناك فعلا تنسيقات لكنها لا تكون بشكل مباشر. دائما السياسة الأردنية هي سياسة وسطية تحاول دائما التوفيق ما بين كل الأطراف والجهات،
الدولات التي تتعامل معها. وأعتقد أن ملف عودة اللاجئين مرتبط أيضا بالمفوضية شؤون اللاجئين التي دائما تقول يجب أن يكون هناك عودة آمنة وطوعية وأن يعودوا لمناطقهم الأصلية الآمنة. لا أعتقد أنها محققة في سوريا، بعيدا عن ما يتم الحديث عنه أنه لا عمليات عسكرية، ولكن هناك ملاحقات أمنية، هناك سيطرات لميليشيات وعناصر مسلحة مختلفة الأطياف، أيضا طوعية لا أعتقد ذلك، بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمعظم اللاجئين السوريين في دول الجوار، لكن يبقى ذلك هو أهون عليهم من الوضع الحالي في سوريا وانقطاع الكهرباء، دور الخبز، ارتفاع الأسعار، وأيضا مناطقهم الأصلية لا إمكانية أساسا لدمشق في الوضع الحالي اقتصاديا وخدماتيا من تأهيل المناطق، ناهيكم عن أيضا سيطرة ميليشيات مختلفة على بعض المناطق. إذا هذه الشروط الثلاثة التي فرضتها المفوضية من أجل أن تتعاون مع موسكو ومع دمشق هي غير موجودة. طيب. وبالتالي أيضا يفرض ذلك على الحكومات بشكل رسمي. هذه المحاولات كانت محاولات هي سلبية ويائسة، لا أعتقد بأنها يمكن أن تتكرر. طيب أستاذ حنا، يعني بالانتقال إليك ونقل الفكرة التي تحدث بها ضيفي الأستاذ مالك، يعني الشروط أساسية لعودة اللاجئين هي العودة الآمنة والطوعية. لا الآمنة موجودة ولا الطوعية موجودة ولا حتى البنية التحتية موجودة لعودة هؤلاء اللاجئين، وموسكو تحاول يعني تغيير مسارات الحلول التي فرضتها القرارات الدولية وأبرزها القرار 2254. برأيك ما أوراق الضغط اليوم بيد موسكو لتنفيذ هذا المشروع؟ شخصيا لا أرى أن موسكو تملك أوراق سحرية لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا. ما أشار له الأستاذ مالك عن الاستعراضات التي رافقت بعض محاولات إعادة، وهي تمت تحت الضغط الكبير لعدد من اللاجئين مثلا من لبنان إلى سوريا، لم تستمر طويلا، وعدد منهم عاد مرة أخرى إلى لبنان. صحيح الأوضاع الاقتصادية في لبنان مزرية إلى حد بعيد، لكن هناك جانب أمني متوفر بنسبة كبيرة جدا، وهذا فارق كبير بالنسبة للنازحين السوريين. ثم الآلية لبعض المساعدات الأممية التي تقدم، توفر بعض مجالات العمل وإن كانت محدودة لكن لا بأس بها في قطاعات الزراعة والبناء إلى آخره، رغم كل صعوبات الوضع اللبناني. لذلك الناس تنتظر. لا تملك روسيا هذه الإمكانية، ولا يملك النظام اللبناني الذي مارس ضغوط كبيرة لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سوريا، لا يملك إعادتهم بشكل قهري بدون تأمين إمكانية أمنية وإمكانية معيشية، وأساسا العودة إلى الأمكنة التي تم اقتلاعهم منها. إلى أين سيعودون؟ هناك كل المدن في سوريا مدمرة، كل المناطق التي مرت عليها الحرب الإجرامية على الشعب السوري حولتها إلى خراب وسواد. أين هي مدن الغوطتين؟ أين هي حمص؟ أين هي حلب؟ أين هي كل المدن السورية الآن؟ سوريا في حالة نكبة فظيعة وبدون حل سياسي يستحيل أي بحث. لابد أن تسلم روسيا في وقت ما لضرورة البحث مع القوى العالمية الأخرى المؤثرة بحل سياسي مشترك، إذا أرادت أن تضمن موطئ قدم لها مستقر في شرق المتوسط. طيب أستاذ حنا، تحدثت قبل قليل بنقطة جدا مهمة، وهو المجتمع المتجانس الذي يجري الحديث عنه داخل سوريا. في حال نجاح موسكو في مسعاها، يعني لو افترضنا جدلا، ما مصير هذا المجتمع المتجانس التي تحدث عنه الرئيس السوري بشار الأسد في أوقات سابقة، لطالما أن اللاجئين السوريين يحملون أفكار عدة وأيديولوجيات مختلفة؟ يعني يتساءل متابعون حقيقة سؤال جدا جوهري، بأنه في حال عاد هؤلاء اللاجئون، ما المصير الذي سيلاقونه في الداخل السوري؟ موضوع النسيج المتجانس موضوع عنصري بالكامل طرحه رئيس النظام السوري وتمارسه السلطات الإيرانية على الأرض، ويمارسها كل الأطراف فيلة القدس، حزب الله وسواه، الذين تناوبوا على اقتلاع السوريين وعلى إسكان آخرين مكانهم.
وفي الشمال السوري أيضا اختلاع السوريين وحفلة تتريك لها أول وليس لها آخر. ولا يخفي الزعيم التركي أردوغان نواياه بوضع يده على كل المنطقة من حلب إلى الموصل إذا استطاع ذلك. نحن أمام وضع بالغ الدقة بالغ الصعوبة يحتم التركيز على مسألة واحدة هي الحل السياسي، لكن المؤسف أن حلقة الفراغ الأساسية هي المعارضة السورية. المعارضة السورية غير موجودة. المعارضة السورية تعمل الآن رسميا على الأجندة التركية. هل استمعنا إلى معارض سوري استنكر الإجرام التركي بتحويل السوريين إلى مرتزقة يقاتلون في ليبيا وكرباخ؟ هنا مشكلة كبيرة في المعارضة السورية، غياب الدور السياسي الحقيقي المساعد لحل إيجابي، ما يعني أن جلجلة الشعب السوري ستطول. طيب أستاذ مالك، يعني أستاذ حنا تطرق لنقطة جدا مهمة وهي ما يقوم به الاحتلال التركي في الشمال السوري، أيضا تهجير وتغيير ديموغرافي، وفي عموم سوريا تحصل مثل هذه الانتهاكات، ولكن في الشمال السوري حدثت بشكل فظيع. يعني هل هذا يندرج ضمن أولويات موسكو لإعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم؟ عفوا فقط الجزء الأول من السؤال قبل أولويات موسكو. طيب أستاذ مالك سأعيد السؤال بشكل كامل، يعني أستاذ حنا تطرق للانتهاكات التركية في الشمال السوري، يعني من تهجير وتغيير ديموغرافي وتهجير سكان أصليين وإحلال سكان مناطق أخرى مكانهم، يعني هل هذا يندرج ضمن سياق إعادة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم ضمن الرؤية الروسية؟ نعم، يعني بالتأكيد، يعني روسيا كيف ستنظر إلى موضوع عودة اللاجئين؟ وبالتأكيد نرى هذه التغيير الديموغرافي الحاصل الآن في سوريا سواء في الشمال الغربي أو حتى في الجنوب في مختلف المناطق تقريبا. وبالتالي هذه الرؤية التي تدفع موسكو للقول أننا سنعيد اللاجئين بالتأكيد هي رؤية غير صحيحة، لأنها بكل تأكيد هي شهدت هذا التغيير الديموغرافي سواء في حمص وفي ريف دمشق وأيضا في مناطق التي تابعة لتركيا في الشمال الغربي من سوريا. لذا أعتقد أن هذه الدعوة بالتأكيد هي يعني لتطبيع التغيير الديموغرافي، أين سيعودون وكيف سيعودون. أعتقد يعني هو تطبيع للتغيير الديموغرافي سواء من هاجر من لنفرض مثلا من عفرين ولم ينتقل إلى شرق سوريا بل غادر وهاجر منذ دخول تركيا إلى هذه المنطقة، هل سيعود إلى عفرين؟ هل روسيا ستضمن ذلك؟ هل أساسا أستاذ مالك كيف سيعود هذا المهجر وتم إحلال آخرون مكانه في منزله أو في أرضه أو في قريته أو في مدينته؟ تماما، يعني هذا السؤال الكبير، يعني كيف سيعود وهل سيعود إلى أرضه؟ بالتأكيد يعني لا، لأن سلطة أمر واقع موجودة الآن وبدعم دولة إقليمية وتفعل ما تريد. أعتقد أنها إذا فعلا روسيا تريد عودة اللاجئين فالأفضل الالتزام بخطوات الحل السياسي، إبعاد القوى الإقليمية التي تلعب وتثير العنصرية والطائفية داخل سوريا، من ثم نتحدث عن اللاجئين. يعني التراتبية الدولية اليوم في إيجاد الحلول السورية هي الحل الأنسب والأمثل لحلها المعضلة السورية، ولكن أستاذ حنا باستثناء أهمية هذه القضية على الناحية الإنسانية، يعني الكل يريد أن يعود اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، باستثناء أهميتها من الناحية الإنسانية، كل دولة تستضيف لاجئين يعني تبحث عن مصالحها في هذه المسألة، ولكن وسط هذا الاستغلال لكل الملف الإنساني في عودة اللاجئين، ما مصير هذه الورقة التي تحاول موسكو اليوم سحبها من يد هذه الدول التي تستضيف اللاجئين باعتبارها تحولت إلى ورقة سياسية بيد هذه الدول؟ يعني هي ورقة سياسية بشكل أساسي بيد النظام التركي. بالنسبة لورقة اللاجئين السوريين النازحين إلى لبنان لا يشكلون هذه الورقة ولا يدخل لبنان في هذا البازار. يريد كما ذكرت مسبقا السلطة السياسية في لبنان مع أنها حليفة حزب الله الذي هجر هؤلاء السوريين
تحمل وزر الأزمة في لبنان والانهيارات في لبنان لوجود اللاجئين السوريين، مع أن الأزمة في لبنان هي أعمق وأبعد وطالت كل النواحي قبل أن يكون هناك وجود سوري كبير في لبنان، وإن كان هذا الوجود قد أثر أيضا سلبيا. لا أظن أننا أمام متغيرات، هذه الأمور ستستمر إلى ما شاء الله، إلا إذا قررت موسكو الذهاب إلى الحل السياسي. هنا المناورات مرة التحالف مع إيران ومرة التحالف مع تركيا لتحسين أوراقها على الأرض لم تعد تنفع. يعني الحل السياسي مع قوى التي يمكن أن تحمل الحل، وهي الولايات المتحدة وأوروبا. لا حل إلا التراتبية الدولية التي وضعتها ضمن القرار الدولي رقم 2254، هذا ما تريد إيصاله بدون شك. هذا هو المعبر الوحيد لأي حل، ويمكن أن يؤمن مصالح روسيا، لأن هذه الاتفاقات لمدة 50 سنة وتحويل البحر السوري إلى بحر روسي وحميميم، كل هذه المسافات قد لا تكون مناسبة وتؤمن المصالح الروسية بدون الحل السياسي. أستاذ مالك، يعني ما المتوقع من هذه المساعي الروسية التي خلصنا بحديثنا أنا وأنت وضيفي الأستاذ حنا بأن لا حل سوى التراتبية الدولية، ما المتوقع من هذه المساعي إذا ما تم تثبيتها أو تطبيقها على الأرض الواقع، يعني مؤتمر للاجئين في دمشق في القريب العاجل؟ يعني روسيا تعول على تركيا بالمقام الأول، كما عولت عليها في سوتشي وموضوع اللجنة السورية، بما أن تركيا كانت هي من تمسك برأس المعارضة السورية التي تتصدر المشهد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية الأوروبي الأمريكي، أعتقد أن روسيا تدرك أنها أيضا تعيد كلاكيت ثاني مرة لمساعي فاشلة، لكن هي تحاول. إن كان ترامب يعيد له الوجود 4 سنوات فتجس النبض من جديد، وكيف سيتم التوافق مع هذه الإدارة، وإذا كان هناك وصول لإدارة ديمقراطية في الولايات المتحدة أيضا تحاول جس النبض. أعتقد أن هذه المساعي لن تنجح، ولكنها أيضا بشكل آخر هي مساعي روسية لجس النبض الأمريكي ما بعد الانتخابات. لا أعتقد أن روسيا مدركة تماما أنها ستنجح، لأنها أساسا لم تفعل ما تريد على الأرض، والآن تستقتل لأن تصل الM4 بالM5 وتحاول هذا الأمر وهذا المسعى مع الجانب التركي. لذلك هو جس نبض للأمريكي للأوروبي، وبالتأكيد روسيا تدرك تماما أن نجاح سوتشي سيكون أكبر من نجاح هذا المؤتمر في حال انعقاده حضرة يعني دبلوماسيين من الصف الثالث أو الرابع من بعض الدول التي دعتهم روسيا. نعم، بهذا القدر أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه الآراء والتحليلات. من بيروت الكاتب السياسي حنا صالح، ومن عمان الكاتب الصحفي مالك الحافظ. إذن مشاهدينا، مع هذا الخبر العاجل سنصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. وسائل إعلام أمريكية تعلن فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد حسم الانتخابات في ولاية بنسلفانيا. إذن مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام اليوم السابع. أشكر لكم طيبة وكرم المتابعة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net لتكونوا أحد المشاركين بآرائكم. إلى اللقاء.